عندما أصيب ابنه ريان في حادثة منزلية، فكر الدكتور تيسير في أهمية أن تكون المربية على دراية بالإسعافات الأولية حتى تسعفه، فبدأ بتدريبها. فكرة تبلورت فيما بعد لتتحول إلى مركز طبي يقدم تدريباً مجانياً للمربيات على تقديم الإسعافات الأولية للأطفال، هو الأول من نوعه في المنطقة. أجتني الفكرة أنه مجتمعنا وبيئتنا بالشرق الأوسط وخاصة الخليجية بحاجة لتثقيف وتعليم هالمربيات وكل كوادر المجتمع يلي بيهتموا بالأطفال. بقى شو عملت؟ جبت تيم كامل متكامل من أطباء ونيرسات وبرنامج من الأكاديمية الأمريكية. نتيجة هالإعلان على هالبرنامج صار عندنا كتير عشرات الرسائل عم يطلبوا يتعلموا من فعاليات المجتمع، من النانيز، من الأساتذة، كل يلي بيشتغلوا مع الأطفال. الدوافع كانت ذاتية أيضاً، فالمربية أنا روز لا تنظر إلى الأمر كحماية لأطفال الدكتور تيسير فحسب، وإنما تعتبر هذه التدريبات فرصة لتعزيز مهنتها كمربية أطفال محترفة. إنها فعلاً مفيدة جداً لي، فأنا أفكر في بناء وظيفتي كمربية محترفة في تربية الأطفال ومديرة منزل، كما أنها تعتبر خبرة إضافية لمعرفة مبادئ الإسعافات الأولية بصفة عامة. الدورات التدريبية انتشرت بشكل سريع وأصبحت تستقطب العديد من مربيات الأطفال والعاملين في مجالات مختلفة حتى الأمهات، انتهزن الفرصة لتحقيق الأمن المنزلي لأطفالهن. الإسعافات الأولية لها أبعاد مختلفة، وهي كيفية التعامل مع الطفل لتلقى العلاج السريع وخصوصاً في حالات الاختناق والحرق وضيق التنفس وكذلك الأزمات التي يعاني منها الطفل. أنا أم وأعتقد هذه التدريبات مهمة للغاية، ليس فقط للمربيات بل للمجتمع كله. التدريبات قيمة جداً، كما أن الدكتور وضح لنا الكثير من المعلومات التي لا نعرفها. أنا روز وبعد عدة جلسات أصبحت محل ثقة الدكتور تيسير وأسرته، فبقاء أطفاله طوال اليوم مع شخص مدرب على إسعافهم عند الحاجة يعطيه راحة نفسية وهو بصدد إسعاف مرضاه.